افتتح معالي الشيخ سلمان بن عبد الله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري معرض البحرين للاستثمار العقاري 2020 بمشاركة كبار شركات التطوير العقاري في مملكة البحرين. وصرح معاليه بأن الحكومة الموقرة تولي اهتماما كبيرا للقطاع العقاري من خلال تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار في السوق العقاري، وأوجدت بنية تشريعية متينة ومحكمة وضامنة لحقوق جميع الأطراف، شجعت المستثمرين والمطورين ليكون القطاع العقاري وجهة مثالية للاستثمار، وعززت من التشريعات اطمئنان المشترين العقاريين لما توفره من اشتراطات وتراخيص ضامنة لحقوق المشترين، وكذلك إلزام المطورين بإنجاز المشاريع في أوقاتها المعلنة. ومن ناحية أخرى، ركزت الحكومة الموقرة على إنجاز مشاريع البنية التحتية التي من شأنها خلق بيئة استثمارية مناسبة في البحرين. وذكر معاليه بأن السوق العقاري في مملكة البحرين يعتبر من الأسواق الآمنة والأكثر استقرارا في المنطقة، ويمتلك القدرة على التأقلم مع حركة السوق والأوضاع الاقتصادية، مضيفا معاليه بأنه خلال السنوات الماضية تم تحقيق أرقام جيدة في جميع المجالات العقارية، وآخرها العام المنصرم 2019 الذي تجاوز حجم التداول العقاري فيه أكثر من 800 مليون دينار، وذلك بالرغم من الوضع الاقتصادي العالمي والإقليمي الذي تتأثر به جميع الدول. وقال معالي الشيخ سلمان بأن الحكومة الموقرة ممثلة في الجهاز المعنية اتخذت إجراءات أبقت من خلالها السوق العقاري في حالة حركة، من أهمها طرح برنامج مزايا للسكن الاجتماعي الذي طرحته وزارة الإسكان الموقرة، وأوجدت من خلاله سيولة مكنت المواطنين الكرام من الاستفادة لشراء منازل وشقق سكنية لهم ولأسرهم. وهذا البرنامج من شأنه أن يعمل على تنمية أكثر من قطاع في آن واحد، ومن أهم هذه القطاعات قطاع التطوير العقاري، وكذلك قطاع المصارف والبنوك المحلية من خلال التمويلات العقارية التي تقرضها المواطنين. وأكد معاليه أهمية إقامة المعارض العقارية التي تسهم في تنشيط حركة الاقتصاد والاستثمار في شتى المجالات ومنها المجال العقاري، شاكرا ومثمنا الجهود التي تقوم بها شركات تنظيم المعارض العقارية ومنها شركة إكسبريشن للاتصالات والتسويق على تنظيمها معرض البحرين للاستثمار العقاري 2020 للعام الثالث على التوالي. اليوم اللي شفناه احنا نفتخر فيه ان يعني على رغم الركود في العالم الحمد لله عندنا مشاريع في البحرين وفي طلب حقيقي عليها، واعتقد الناس اليوم قاعدة تفكر في شراء الوحدات سواء للسكن او للاستثمار. احنا في البحرين نفتخرنا العائد على الـ الاستثمار في القطاع العقاري يعتبر الاعلى على مستوى يعني الخليج أو حتى على مستوى العالم. المعرض متنوع، بس اللي يميزه أن كل المشاريع المعروضة مشاريع بحرينية 100% من شركات بحرينية 100%، وكل المشاريع مقامة في مملكة البحرين لتشجيع القطاع العقاري في البحرين، ويعني طرح مشاريع ذات القيمة المضافة. وعندنا طبعا مجموعة كبيرة من المشاريع، في مشاريع إسكانية وفي مشاريع سكنية للسكن الاجتماعي، في أشياء استثمارية، في أشياء فاخرة، في أشياء مطلعة على البحر، فيعتمد على الزائر. الهدف كان من بنايات أنه تنصدر رخصة البناء في خلال 5 أيام عمل، بس في من انصدرت الرخصة صار عندنا 2.6 days مب في 5 أيام، يعني أنجزنا ما شاء الله أكثر من 50% من الوقت اللي كان المحدد. وموجودين إحنا اليوم هني عشان نشرح حق البروبرتي أونرز اللي الملاك اللي بيون يشترون شنو بالضبط يقدرون، شلون يقدرون يطلعون رخصة البناء، وشلون يقدرون يشوفون تصنيف العقار نفسه قبل لا يقدمون على أي رخصة.